تنضم إلينا مراسلة الحدث من موسكو كاتيا طعمه. كاتيا، مساء الخير لك، ما هي المعلومات المتوفرة إلى الآن؟ حتى هذه اللحظة الحديث كان يدور حسب ما تناولت وسائل الإعلام عن فتح النار من قبل 3 ملتمين كانوا قد اقتحموا مدينة كروكوس في خلال وجود حفلة في هذه المدينة، مدينة على ضواحي موسكو أو في المناطق المحيطة بموسكو. قاموا بإطلاق النار على المشاركين في هذا الحفل، وبالتالي حتى الآن الحديث يدور عن مقتل نحو 12 شخصا بالإضافة إلى 35 إصابة. طبعا حسب ما تحدث لنا بعض شهود العيان كانوا موجودون داخل هذا المبنى، هم فروا من المبنى حتى بدون أن يأخذوا ملابسهم الخارجية بسبب البرد، هم لم يستطيعوا حتى الحصول على هذه الملابس، قاموا بالفرار منهم عبر المداخل التي تؤدي إلى المترو، منهم إلى الخارج. كما تحدثوا لنا أيضا بأنه قد يكون قتلى بعد الاقتحام، قد يكون هناك قتلى وسط الحراس المبنى الذين يعملون على حراسة هذا المبنى. طبعا كما تحدثت وسائل الإعلام الروسية أن جهاز الأمن توجه إلى منطقة الحادث الآن لإحاطة هذا المبنى، طبعا لمحاصرة هذا المبنى ومساعدة الناس على الخروج منه، بعدما طبعا تحدثت المعلومات الأولية عن عمل إرهابي من قبل الملثمين دخلوا واقتحموا هذا المبنى. طيب كاتيا، هل من الواضح، هل في تفاصيل أوضح حول موضوع إذا ما كان في إطلاق نار فقط أو انفجار أو ماذا، يعني طبيعة الاعتداء الذي حصل؟ لأنه نشاهد دخان وكذلك حكي عن إطلاق نار. الحديث الأول يتحدث فقط عن إطلاق نار من قبل هؤلاء الملثمين على الأشخاص الذين كانوا داخل هذه المنطقة، ولكن وسائل الإعلام الروسية تتناقل مشاهد لتصاعد الدخان، قد يكون هناك اندلاع الحريق. حتى الآن لم يتم تأكيد المعلومات فيما إذا كان هناك بالفعل تفجير، أيضا رافق عملية اقتحام هذا المبنى، أم هناك نتيجة هذا العمل الإرهابي قد يكون هناك أيضا اندلاع الحريق مرافق لهذه العملية. ولكن حتى الآن لا يوجد أي معلومات رسمية تتحدث أو تؤكد عملية تفجير داخل المبنى. كانت هناك تحذيرات سابقة حتى يعني قبل الانتخابات، أتت كذلك من السفارة الأمريكية بأنه قد يحصل هناك اعتداءات داخل روسيا وعمليات، وصفتها سفارة بوقتها بأنها من قبل متطرفين. هل كان في أي تحذيرات روسية أو أي استعدادات لأي يعني احتمالات إرهابية أو اعتداءات؟ بالفعل كما تحدثت كان هناك تحذيرات من قبل تقارير غربية تحدثت عن إمكانيات حدوث أعمال إرهابية قبيل عملية الانتخابات الرئاسية. طبعا كان هناك تجديدات أمنية في العاصمة موسكو وفي كل أنحاء روسيا، ولكن حقيقة نحن دائما في العاصمة نسمع عن وجود محاولة لتفجير أو تفخيخ مراكز تجارية ويتم إخلاء المبنى أو إجلاء السكان، وبالتالي تكون عبارة عن فقط اتصالات من قبل أشخاص دون أن يكون هناك بالحقيقة مواد متفجرة داخل المبنى. لذلك نحن اعتدنا على هذا الشيء. هذا اليوم ما حصل اليوم هو مفاجأة بالنسبة للمواطن الروسي بعد أن اعتاد على عمليات التحذير المتكررة من قبل السلطات بأن يكون هناك مبنى مفخخ أو اتصالات وهمية بأن يكون مبنى مفخخ، وبالأخص مراكز تجارية تم إجلائها بشكل مستمر من قبل السلطات لفحصها والتأكد منها. ولكن هذا الحدث هو يأتي طبعا بعد انتهاء عملية الانتخابات الرئاسية، وهو مفاجئ حتى كما ذكرت لك، مفاجئ للشارع الروسي، وبالأخص أنه يكون في أكبر مركز وأكبر تجمع في العاصمة الروسية موسكو، هو منطقة كروكوس سيتي في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. يعني تعتبر هذه المنطقة من المناطق التي فيها تجمعات كبيرة إذن؟ هي مدينة
تحتوي على صالات أيضا للقيام بحفلات، وكما ذكرت لك كان هناك شهود عن عيان داخل المكان، كان هناك حفلة لجروب روسي، وخلال هذا الحفل بدأت هذه العملية الإرهابية وتم بدأ إطلاق النار وفتح النار على السكان داخل هذه المنطقة. على ما يبدو سبوتنيك الآن تقول أنه ملثمين ألقوا قنبلة حارقة على قاعة الحفلات بعد إطلاق النار ما أدى لاشتعال النيران، يعني بانتظار أكيد أي تفاصيل حاسمة وإضافية، بس أيضا نسأل هنا عادة هكذا نوع من الحفلات يكون فيه أعداد كبيرة بطبيعة الحال من الناس، هل فعلا يعني هذا نوع من الحفلات فيه إقبال كبير أم لا؟ كم عادة هذه القاعات تسع من الناس؟ هل نتحدث عن آلاف هنا كانوا بالداخل أم لا؟ اولا اريد ان اشير ان المعلومات الاوليه تشير عن ان نحو او اكثر من 100 شخص الان محاصرين هم داخل صاله في مدينه كروكو سيتي بسبب اندلاع الحريق، وانهم لا يستطيعون الفرار من هذه الصاله كما تحدثت السلطات منذ قليل، ووسائل الاعلام تتناقل ان هناك نحو 100 شخص محاصرون داخل المبنى بسبب اندلاع الحريق داخل هذه المدينه. طبعا في مثل هذه الحفلات يكون هناك تجمعات طبعا لعدد كبير من الأشخاص تصل للمئات وليس للآلاف، ولكن تصل للمئات بالأخص إذا كانت هي حفلة موسيقية لمجموعة أو لجروب معروف في روسيا. لذلك كما ذكرت لك قد يكون هناك المئات محاصرين داخل هذه المنطقة، كان هناك حديث كبير حديث عن أن المواطنون الآن يفرون خلال المترو، هناك طبعا تزاحم من منطقة الخروج، منطقة التي تسمح لهم الخروج إلى داخل المترو من هذه المدينة، لأنها طبعا موصولة مباشرة على المترو، مترو موسكو، مترو العاصمة. فقط أعيد ما قلته كاتيا، تتحدثين عن أكثر من 100 شخص ما زالوا محاصرين الآن على ما يبدو في هذه القاعة بسبب اشتعال النيران، يعني هم محاصرين بهذه النيران، إلى جانب كذلك استمرار حديث أن هناك أنباء عن 12 قتيلا وعشرات الجرحى. طيب على كل حال يعني عندما نتحدث عن هذا النوع من الهجمات، بما انه يعني بدات المعلومات تتجه باتجاه الحديث عن عمل ارهابي، هذا يعني متى كان اخر مره حكي عن عمل ارهابي وليس فقط عن تحذيرات وتم احباط هكذا عمليات قبل حدوثها؟ يعني نحن أولا نشهد من قبل جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا تقريبا بشكل يومي تقارير تتحدث عن أنهم يقومون بإحباط عمليات إرهابية، وبالأخص بالفترة التي كانت في نهاية العام الماضي تحدثت عن إحباط أكثر من عملية كانت تتوجه إلى المناطق البنية التحتية في روسيا. جهاز الأمن الفيدرالي كان تتحدث دائما عن إحباط عمليات تستهدف البنية التحتية في كل أنحاء روسيا وليس فقط في العاصمة الروسية موسكو، كما دائما يتم الحديث عن أنه يتم إحباط مجموعات تتعلق بجهات أوكرانية مثلا كانت تستهدف بالأخص البنى التحتية في العاصمة موسكو، ولكن كلها كما تقول دائما أنه يتم إحباطها ويتم استدراك الأمر قبيل حدوث أي حادث مثل هذا النوع. وكما ذكرت لك اعتدنا أيضا أن يكون هناك اتصالات هاتفية من قبل مجهولين كما تتحدث السلطات للتحذير بوجود تفخيخ لمركز تجاري ويتم إجلاء هذا المركز التجاري بشكل دوري، وأنا شخصيا كنت في أحدها عندما أيضا كان هناك حديث عن إمكانية تفخيخ المكان ويتم إجلاء المواطنين دائما، وطبعا فيما بعد يتبين أن هذا حديث هو فقط مجرد محاولة لإخافة المواطنين أو التلاعب مع السلطات كما يتحدث السلطات هنا. ولكن كما ذكرت لك هذه الحادثة هي تأتي بعد فترة طويلة من حدوث أو لم يحدث في موسكو، لا أذكر أنه حدث في موسكو خلال السنوات العشر الأخيرة أي حادث إرهاب من هذا مثل هذا النوع. طبعا هو أن يتم اقتحام مبنى مثل هذه المدينة، هي طبعا مدينة محاطة بالحراسة بشكل كبير، يعني من الصعب اقتحام مثل هذه المدينة لأنها محاطة بالحراسة، وبالأخص هناك مدخل من المترو والمترو دائما يكون مشدد قبل رجال الأمن، وبالتالي هي حادثة فريدة من نوعها للفترة الأخيرة في العاصمة الروسية موسكو.
شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. أكيد نعود إليك كاتيا مع توفر أي معلومات جديدة. كاتيا طعمي مراسلة الحدث من موسكو.